بدأت الحجارة الخارجية، التلبيس الخارجي بالكنيسة مار أفرام اللي نحن موجودين فيها بدأ بالسقوط، وأعطانا إنذار خطر على سلامة المؤمنين، فأغلقنا الكنيسة بهذاك الوقت. أنا بحكي بأيام الأولى بعد الزلزال أغلقنا الكنيسة وبدأنا بفك كل الحجارة على أمل أن إعادة التوضع من جديد، ولكن كل ما فكينا الحجارة كانت تظهر أمامنا الحجارة الأصلية للكنيسة. نتيجة الزلزال صار في شوية أثار، طلع عنا الزريقة في بعض الأماكن تخلخلت، قاموا الزريقة الموجودة وطلع هالحجر الرائع القديم، الحجر اللي كانوا مستخدمينه قبل 100 سنة ببناء الكنيسة، وهذا حجر بعيدين مشهور لهذا الأحجار حجم صغير، وطلعوا هالكحلة كلها رجعوا رمموها وسووا نوع من التوازن مثل ما شايفين بالفتحات الجدارية بالحيطان. بعد الزلزال أصاب مدينة حلب، صار في أضرار بالكنيسة نتيجة الزلزال، الحجر طلع فكشفنا أنه الحجر اللي وراء الحجر الأساسي اللي بناك هو حجر يعني جميل ومشغول بإتقان وحرفية، الجدران بصير مثل لوحات فنية حلوة.